السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي. معكم ميسيو محمد شعبان، إن شاء الله مستمرين في حل امتحانات بوكلت برافو. إن شاء الله النهاردة نحل الامتحان 11، وأتمنى إن أنت قبل ما تحل الامتحان معايا تحله لوحدك الأول، وبعد كده تيجي تشوف الفيديو وتشوف غلطاتك وتصلحها، عشان كده تستفيد استفادة كاملة إن شاء الله. وقبل ما نبدأ إن شاء الله نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الوثيقة اللي معانا عبارة عن إيميل من سيريل شيف لجوليان ديبوا. الموضوع بتاع الوثيقة ستاج باتسيه، يقول له بونجور جوليان، صباح الخير، جي لي فوتري دي موند، أنا قرأت طلبك دي بارتسيبي للآ مشاركة فيه نو كور محاضراتنا ايد بروندر ولتعلم افير دي بون جاتو، كيفيه عمل جاتو جيد. لاتيليير كلمه لاتيليير يعني ورشه عمل او الدوره. دير تستغرق دو موا شهرين. تروا كور بارس من 3 محاضرات في الاسبوع، من الساعه 9 الى الساعه 12 او من الساعه 14 الى الساعه 17. سي فو زيت انتريسي، لو انت مهتم كونتاكتي لو بيرو دينسكريبسيو او كذا، لو انت مهتم اتصل بمكتب التسجيل على الرقم كذا. بور سافوار لي زورير اي لو تاريف، لكي تعرف المواعيد والتكلفه او الاسعار. فو ديفي ابورتي ان تابليي، انت يجب ان تحضر مرياله مطبخ اي دي غون دي كويزين وجوانتيات مطبخ. افون شاكور، قبل كل محاضره جوفو انفوا ان اس ام اس بور، سوف نرسل لك رساله بريديه اس ام اس بور اشتي لو ماتيريال نيسيسير، لكي تشتري المواد الخام الضروريه بور لوكور للمحاضره. اول سؤال في الوثيقه بيقول جوليان فو بارتيسيبي ا ديكور، جوليان يريد المشاركه في محاضرات دي ناتاسيو سباحه دي لونج اللغه دي باتيسيري دي حلواني، طبعا هتبقى سي دي باتيسيري. 2 سيكور سون، هذه المحاضرات تكون لوماتاسيلمو صباحا فقط، لابريميديسيلمو بعد الظهر فقط، لوماتا او لابريميدي، لوماتا او لابريميدي سي. 3 اون تليفون او بيرو description pour savoir، نحن نتصل على مكتب التسجيل لكي نعرف les ingredients المكونات، الادريس العنوان، les horaires et le tarif المواعيد والتكلفه، هتبقى les horaires et le tarif سي. السؤال الرابع جوليان دو ابورتي او كور، جوليان يجب ان يحضر الى المحاضره ان بارابولوي شمسيه ايديجو وجوانتيات ان انوراك ايديغو جاكيت وجوانتيات ان تابليي ايديغون دي كوزين مرياله مطبخ وجوانتيات مطبخ سي، هتبقى الاجابه الصحيحه سي. 5 بور بريسيزي لو ماتيريال دي شاك كور، لكي نحدد المواد الخام بتاعه المحاضره كل محاضره. سيريل نوت او بارتيسيبو، الى المشارك سيريل هيعمل ايه؟ فا انفويي ان اس ام اس، سوف يرسل رساله بريديه. فا تليفوني، سوف يتصل. فا انفوي ان ميل، سوف يرسل ايميل، هتبقى الاولى فا انفوي ان اس ام اس. 6 ليكور دي سته الي، محاضرات بتاعه هذه الدوره او ورشه العمل. سو تكون نوت بارسيمن، كم ساعه في الاسبوع؟ هتبقى نف اير، لان هو قال انها تبقى 3 محاضرات في الاسبوع، كل محاضره 3 ساعات، فهتبقى 3 في 3 ب 9 ساعات في الاسبوع. سيريل ايه؟ سيريل ده يطلع مين؟ لو ريسبونسابل ديكور ولا ان بارتيسيبو على تيير ولا فوندير لو ريسبونسابل ديكور، يعني مسؤول المحاضرات. الوثيقة الثانية عبارة عن ايميل برضو من ايزابيل الى انطوان،
الأوبجيه بتاعها أو الموضوع بتاعها لابونيمو، لابونيمو يعني الاشتراك. بونجور، صباح الخير، جيفورا بيلكو، أذكرك أن فوتر أبونيمو أنوال اشتراكك السنوي ألا بيسين في البيسين سيتر من ينتهي دانزان موا. دانزان موا يعني في خلال شهر. حرف الجر دو لما بيجي بعده مدة زمنية معناه في خلال. دانزان موا يعني في خلال شهر. سيتاني هذا العام أو هذه السنة لابونيمو الاشتراك اي دي 60 يورو، هيكون الاشتراك سوف يكون 60 يورو. اون فو اوفر ان ريدكسيون، نحن نعرض لك خصم دي 20% 20% سي فو رينوفلي فوتر ابونيمون، لو حضرتك اعدت تجديد الاشتراك هذا الاسبوع. جوفو انفورمكو، نحن انا اعلمك ان نو بروبوزون، نحن نعرض لك او نقترح عليك ان فول اكتيفيتي، نشاط جديد هذا العام. لاكوا جيم، الجمباز المائي. سيت اكتيفيتي، هذا النشاط ايه جراتويت، مجانا. لو سوندي، السبت. اونتر، بين ديزير، الساعة العاشرة ايه ديسيتير، والساعة الخامسة بعد الظهر. بورفو انسكرير، بورفو انسكرير، لكي تسجل. انفوي يعني المساج، ارسل رسالة. انفو اد بسين، رسالة الى الايميل اللي موجود دوات، او ابيلي اتصل لو، والرقم التليفون موجود. ايزابيل، السؤال الاول لو رينوفيلمون دي لابونمون، تجديد او اعادة تجديد الاشتراك في البسين ايه تكون شك موا. طبعا هي مش شك موا، هي كل سنة، تبقى ديات فو خطأ. تسعة، اون دوا رينوفيلي، يجب ان نعيد تجديد لابونمون الاشتراك ست سمين هذا الاسبوع. بور بروفيتي، نستفيد دي لا ريديكسيو، بالخصم. تمام، تبقى ديات فري. سيتوني، هذا العام لابونيمو الاشتراك على سيت بيسين لهذا البيسين اي دي 60 يورو، يكون 60 يورو فري. ليمبلوا دي لا بيسين، موظفة البيسين. كونتاكت انتوان، تتصل بانتوان. بارسكو، لان لابونيمو اي تيرميني، لان الاشتراك انتهى. لا هو لسه هينتهي في خلال شهر، فالجملة هتبقى خطأ. الاكتيفيتي، النشاط، الاكوا جيم، الجمباز المائي، ايه جراتويت، مجانا توت لاسمين طول الاسبوع، خطأ لانها حددت يوم السبت بس. انبوسين سكرير، على اكتيفيتي دي الاكوا جيم بار تليفون، نحن نستطيع ان نسجل في النشاط الاكوا جيم بواسطة التليفون، صح لانه حاطط رقم تليفون. بعد كده سؤال المواقف 14، فود موندي افوتريمير، انت تسأل امك او تسأل والدتك او تطلب من والدتك. سيكيليا شي لبسي، ماذا يوجد، عما يوجد في او عند البقال. ال دي هي تقول اليا دي بات اي دي سكر، يوجد مكرونه وسكر. جوفي شي لبسي، انا رايحه عند البقال. مون بير اي بسي، ابي يكون بقال، هتبقى الإجابة الأولى، يوجد مكرونة وسكر عند البقال. فوترامي فو ديموند بوركوا فو بورتي أن كيمونو، صديقك يسألك لماذا أنت ترتدي بدلة الكيمونو. أنت تقول لو كاراتيه إيتان سبور فيلو، الكاراتيه يكون رياضة عنيفة. بور فير دي كاراتيه كليب، لكي أمارس الكاراتيه في النادي. نوبلي با دابورتي تون كيمونو، لا تنسى أن تحضر الكيمونو بتاعتك، هتبقى الإجابة الثانية. فوتر فامي فا بروندر لو دي جيني، عائلتك فا بروندر لو دي جيني، سوف تتناول الغداء. فوديت، انت هتقول لها ايه؟ بون ابوتي، بالهنا والشفا. بون فواياج، رحلة سعيدة. بون كوراج، حظ سعيد او بالتوفيق، هتبقى بون ابوتي الاولانية. فوتر كوبا، صديقك فوديموند يسألك او اين فو باسي لي فاكانس، اين انت تقضي الاجازة. فوديت، انت تقول جادور لي فاكانس، انا اعشق الاجازة. جو في شي مون اونكل على كامبين، انا اذهب عند عمي في الريف. بروشينمون، قريبا. سي لي فاكانس ديتي، انها هتكون اجازة الصيف.
هتبقى التانية جوفيشي مون اونكل على كومباين. فوتري فرير فوديموند اخو يسألك لو ديل تابلان تيران الشراي سيكوا ما هو فوديت انت تقول جو في دي ديل تابلان اون فاكونس انا امارس التيران الشراي في الاجازة جيمت فير دي ديل تابلان انا احب ان امارس الديل تابلان ستان سبور اكستريم طبعا دي بقى ستان سبور اكستريم انها رياضة عنيفة. فو بروبوزي ان ايدي افوتر امي انت تقترح فكرة على صديقك فوديت انت تقول كومو اي تون امي كيف حال صديقك ساتو دي دي سورتير ما رأيك في الخروج او ماذا يعني لك الخروج ستين بونيدي انها لفكرة رائعة طبعا الاجابة دي بقى بي ساتو دي دي سورتير. فودمون دي افوتر امي انت تسأل صديقك سكيل فون ماذا يجب بور كوندوير لكي نقود ان موتو موتوسيكل ماذا يلزمنا لكي نقود موتوسيكل ال دي هو يقول جو مي دي بلاس ا موتو انا اتنقل على الموتوسيكل ال فو ان كاسكي دي غون يلزم خوذة وجوانتيات لا موتو ايتان موان دي ترانسبور الموتوسيكل وسيلة مواصلات احد وسائل المواصلات هتبقى بي ال فو ان كاسكي دي غون يلزم خوذة وجوانتيات لا ماري فيز ترفض الأم ترفض كو أن صافي بنتها بورت ترتدي أن سيرتان فيتمو ملبس ما ملبس ما لا مير لويدي الأم تقول لها سترو كور اترو سيري هذا يكون قصير جدا وضيق جدا سامي فاتريفيا هذا يعجبني كثيرا ماما سيلا مود أمي هذه هي المودة هتبقى الإجابة الأولى سيترو سيترو كور اترو سيري فوتر أمي فو ديموند صديقك يسألك بوركوا لماذا فو بريني لافيو أنت تأخذ أو تركب الطائرة فوديت أنت تقول لافيون فول دان لير الطائرة تطير في الهواء اون فا أليروبور بوربرون دان لافيون نحن نذهب إلى المطار لكي نأخذ الطائرة بور علي على ترانجي لكي أذهب إلى الخارج هتبقى سي لكي أذهب إلى الخارج فو كونسيي فوترامي أنت تنصح صديقك فوديت أنت تقول مونج أن بوديتو كل قليل من الكل مونج بوكو دي جاتو كل كثيرا من الجاتو مونج بوكو دي بومبو كل كثيرا من البومبو طبعا هتبقى الإجابة الأولى مونج أن بوديتو. سؤال القواعد كون تي فا أو سينما متى أنت تذهب إلى السينما جوني في انا لا اذهب وجايب لك اختيارات بيرسون تين في الاشخاص جامي ابدا ريا شيء جوني في جامي انا لا اذهب هناك ابدا تبقى جامي بوركوا فو نو بير دو زانيمو لماذا انت طبعا تخاف افوار بير دي زانيمو فين افوار هنا اللي هي اللي في النص avez vous avez peur si tu es froid لو انت بردان not ton manteau عايزين نقول ارتدي البالتو بتاعك يبقى هنا في الاول تي يبقى لازما الامر يبقى موجه للتي هتبقى مي الاولانيه مي اخرها اس je prends mon dîner انا اتناول العشاء بتاعي not moi هتبقى ايه شي مو شي مو ما ينفعش افيك مو مع نفسي لا شي مو يعني عندي يعني في منزلي. 28 نقط انترين لي جوي مين يدرب اللاعبين في فرق بين سنترين يتدرب وانترين يدرب هنا جايب لك يدرب اللاعبين عايز اداة استفهام تبقى من يدرب اللاعبين اللي هي الاولانية كي كي انترين لي جوير من يدرب اللاعبين انما كو التانية بمعنى ماذا كوند التالتة بمعنى متى. 29 اونا مال نو جينو نحن لدينا الم في الركبة كلمة جينو مذكر هتبقى او التالتة اي يو. 30 جي نوات لوبيس نمرو 202 هيبقى جا تون اللي هي التانية الاخرها اس.
31 نورا، ده طبعا بينادي على نورا. نقط اي دي اي سي بير، عايزين نقول فكرتك رائعة، هتبقى ايه؟ تون ايدي ولا ما ايدي ولا فو ايدي؟ تون ايدي الاولانيه. 32 نوزيمون نوت ياور، هتبقى لو ياورت. طبعا هنا فعل الميول فيرب ايمي بيجي مع بعده الاداه، الاداه مع ياورت بتبقى لو لان ياورت مذكر. اوتي فوا لو ماتش، اين انت ترى الماتش؟ جو نوت فوا او ستاد، عايزين نجيب ضمير يحل محل مفعول مباشر اللي هو لو ماتش، هيبقى لو الاولانيه، ما ينفعش اون وما ينفعش اجريك. جو لو فوا او ستاد. 34 مونفيرير جو نوت ترومبت، طبعا هنا فيرب جوي جاي بعده اداه موسيقيه، اله موسيقيه، ومعروف ان فيرب جوي مع الالات الموسيقيه بياخد حرف الجر دو، وترومبت دي جت مؤنث فهتبقى دو لا التالتة. نيجي سؤال الايميل، سالي كال طوم في تيلون فرانس، ما هي حالة الطقس في فرنسا؟ كال مونيمو اون بو فيزيتي ا باري، اي الاثار تستطيع ان نزورها في باريس؟ كال موان دي ترانسبور اون بو اتيليزي بور سي دي بلاسي، اي وسائل المواصلات نستطيع ان نستخدمها لكي نتنقل؟ طبعا اجابات كامله كلها، الايميل طبعا لازم نجاوب على الاجابات كامله. هنقول سالي اون فرانس الي فروع، في فرنسا الجو يكون بارد. اون بو فيزيتي، نحن نستطيع ان نزور لا تور ايفيل، برج ايفيل ا باري في باريس. اون بو اتيليزي، نحن نستطيع ان نستخدم لا فواتير السياره او أو لو مترو بور سي دي بلاسي لكي نتنقل. السوجي اللي بعد كده، فوتر مير اي مالاد، والدتك تعبانة، فوز علي فير دي كورس اسا بلاس، انت سوف تتسوق بدلا منها. راكونتي احكي، مديك ثلاث كلمات، مالاد مريضة، اشتي يشتري، ريو كس. هنا الموضوع دوت عايزك تعمله في زمن المستقبل، بيقولك فوز على فير، انت سوف تتسوق بدلا منها. هتقول ما مير اي مالاد، امي تعبانه، جو في فير دي كورس، انا سوف اتسوق ا سابلاس بدلا منها. جو في الي او سوبر مارشي افيلو، انا سوف اذهب الى السوبر ماركت على الدراجه. جو في اشتي ان كيلو دي فيوند، انا سوف اشتري كيلو من اللحم. دي ريو فيوند، من قسم اللحوم. جو في اشتي دي كوكا، انا سوف اشتري كوكولا. جيسبر كو ما مير فا اتري بيان، اتمنى ان والدتي تبقى في صحة جيدة. الموضوع التاني بيقول فوزي دي فوتري مير افير لتاج مناجير، انت تساعد والدتك في عمل المهام المنزلية. سيتي اذكر، سيكوفو فيت ماذا تعمل، اي سيكوفوني فيت وماذا لا تعمل. ومديك ثلاث كلمات، اسبيراتير يعني مكنسة كهربائية، ريباسي يعني يكوي، طابل يعني المائدة او الترابيزة. هنقول جد ما مير افير لي تاش مناجير، انا اساعد والدتي في عمل المهام المنزليه. جو باس لاسبيراتير، انا اكنس بالمكنسه الكهربائيه، والمكنسه الكهربائيه يعني اسبيراتير وبيجي معها فيرب باسي، تبقى جو باس لاسبيراتير. جو ريباس لي فيتمو، انا اكوي الملابس، ريباس لي فيتمو. جو ني مي با لا تابل، انا لا اجهز المائده او الترابيزه. جو ني في با لا كويزين، انا لا اطبخ. جيم بوكو ما مير، انا احب كثيرا امي. وبكده الحمد لله نكون انتهينا من حل الامتحان رقم 11، واستنونا الفيديو الجاي ان شاء الله مع امتحان جديد، ولا تنسونا من صالح دعائكم. وفي الختام نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.